السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل في الدرس الثالث، مظاهر قدرة الله تعالى في الماء. عندنا هذه الآية، طبعا أتدبر الآية الكريمة ثم أجيب عن الأسئلة. عندنا هنا طبعا الله هو الذي أنزل الماء من السحب. الله أنزل الماء من السحب. عندنا هنا اقرأ الآيتين الكريمتين وتأمل المشهد. طبعا في هذا المشهد قدرة الله تعالى الذي أنزل هذا المطر ليحيي الأرض، إنزال المطر بخطوات عديدة لينبت الأرض ومن عليها. نتدبر الآيات الكريمة ثم نتحدث عن بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الماء. وأنزلنا من السماء ماء. طبعا هنا في هذه الآية عندنا قدرة الله تعالى على إنزال المطر، وهو قدرة ماذا؟ أيضا هو قادر على أن يمنعه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا هنا قدرة الله تعالى على إنزال المطر ليجعل من في الأرض ماذا؟ أحياء. أما في هذه الآية فقدرة الله تعالى على إرسال الماء فجعل منه ماذا؟ فجعل منه العذب وجعل منه المالح. عندنا هنا في هذه الآية طبعا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، مثل ماذا؟ مثل الأسماك. وكذلك حلية اللي هي الحلي، عندنا الحلي، وكذلك عندنا الفلك اللي هي السفن، عندنا أيضا السفن. طبعا هنا من نعم الله تعالى على الإنسان في الماء سهولة الحصول عليه. أتحدث كيف أشكر الله تعالى على نعمة الماء. طبعا المحافظة عليه وعدم الإسراف في استخدامه عند الوضوء وعند غسل الماء وغيرها وعدم تلويثها. هذا هو ملخص الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو.